السلام عليكم أعزائي متابعي قناة إيكول الشاذلي. اليوم غادي نشوف الصفحة 94 من كتاب اللغة العربية واحة الكلمات المستوى الرابع ابتدائي. الدرس ديال اليوم غادي يكون في الإملاء الهوايات الوحدة الثالثة الأسبوع الثاني. عنوان الدرس ديال اليوم هو الهمزة المتوسطة على الألف الجزء الثاني من الدرس. الهمزة المتوسطة على الألف الجزء الثاني من الدرس، لأن الجزء الأول شفناه في الأسابيع السابقة. نبدأ أول حاجة بأتذكر وأثبت. أرسم خطاطة لمواضع الهمزة المتوسطة على الألف مع التمثيل لكل منها. أرسم خطاطة لمواضع الهمزة المتوسطة على الألف مع التمثيل لكل منها. شنو المطلوب منا؟ المطلوب منا أننا نرسم واحد الخطاطة، نرسم فيها مواضع الهمزة المتوسطة على الألف ونمثل كل نوع في مثال. نشوفوا الخطاطة، أنا ديال الخطاطة الهمزة المتوسطة على الألف. عندنا تكتب الهمزة المتوسطة على الألف، تكتب على الألف إذا كانت، وتكتب على الألف إذا كانت، يعني هادو هما المواضع ديال الهمزة المتوسطة على الألف. حنا غادي نشوفو دابا كل نوع على حدة. نبدأ بأول نوع، تكتب الهمزة المتوسطة على الألف أول حاجة إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف مفتوح. تكتب الهمزة المتوسطة على الألف إذا كانت مفتوحة وقبل منها حرف تهو مفتوح. مثلا كما كتلاحظوا عندنا هنا تأمل سأل، تأمل سأل. إلا لاحظتوا تأمل راه هنا كاينة الهمزة المتوسطة على الألف. علاش كتبت على الألف؟ حيت الهمزة مفتوحة، تأمل الهمزة مفتوحة واللي قبل منها أيضا حرف مفتوح. عندنا هنا التاء مفتوحة وأيضا الهمزة مفتوحة. إذا قلنا تكتب الهمزة المتوسطة على الألف إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف مفتوح. كمثال عندنا تأمل وعندنا سأل. نشوفوا النوع الثاني، تكتب على الألف إذا كانت مفتوحة وقبلها ساكن. تكتب الهمزة المتوسطة على الألف إذا كانت مفتوحة وقبلها ساكن. مثلا فجأة مرأة، لاحظتوا فجأة هنا الهمزة المتوسطة على الألف، فجأة لاحظتوا فجأة مرأة، ولكن اللي قبل منها راه سكون، لاحظتوا فجأة مرأة. إذا تكتب قلنا الهمزة المتوسطة على الألف إذا كانت مفتوحة، يعني أن الهمزة كتكون مفتوحة واللي قبل منها هو حرف السكون. بحال هنا فجأة نرى قبل منها حرف سكون، ومرأة قبل منها حرف سكون. أعيد، تكتب الهمزة المتوسطة على الألف إذا كانت مفتوحة وقبلها ساكن. بحال هنا فجأة قلنا مرأة. نشوف آخر نوع، تكتب الهمزة المتوسطة على الألف إذا كانت ساكنة وما قبلها فتحة. تكتب على الألف إذا كانت ساكنة وما قبلها فتحة. بحال هنا رأي، بحال يأتي، لاحظتوا هنا رأي يأتي، الهمزة راها فيها سكون والحرف اللي قبل منها راه فيه فتحة. لاحظتوا هنايا رأي، هنا الهمزة فيها سكون والحرف اللي قبل منها فيه فتحة. إذا قلنا تكتب الهمزة المتوسطة على الألف إذا كانت ساكنة وما قبلها فتحة، رأي يأتي. غادي نعاود نقرا لكم الخطاطة، عيد قراءة الخطاطة. الهمزة المتوسطة على الألف، يعني الخطاطة قلنا خاصة بمواضع كتابة الهمزة المتوسطة على الألف. تكتب الهمزة المتوسطة على الألف إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف مفتوح، مثلا تأمل سأل. تكتب على الألف إذا كانت مفتوحة وقبلها ساكن، بحال فجأة مرأة. تكتب الهمزة المتوسطة على الألف إذا كانت ساكنة وما قبلها فتحة، مثلا رأي يأتي. ندوز دابا أطبقها أثبت، أطبق وأثبت. أحدد ما في البطاقات من كلمات تتوسطها همزات على الألف ثم أكتبها. أحدد ما في البطاقات من كلمات تتوسطها همزات على الألف ثم أكتبها. لاحظتوا هنا عندنا عدة بطاقات مكتوبة فيها الهمزة المتوسطة على الألف. إحنا خاصنا نقراو بعد الكلمات ومن بعد نكتبو الكلمات بالألف، حيث هنا ما دايرينش الألف، دايرين غير الهمزة. هنا عندنا أول بطاقة فيها ملأت، يا أم، مأكول، مؤذن، تألم، اطمأن، متألم، هدأت، يئن، مقرأة، مؤدب، عفوا مؤدب، تأمل، استأذن، متأبط. أعيد، ملأت، يا أم، مأكول، مؤذن، تألم، اطمأن، متألم، هدأت، يئن،
مقرأة مؤدب تأمل استأذن متأبط. هنا دابا قرينا الكلمات وشفنا كيفاش كتقرا، المطلوب منا دابا هو أننا نكتبوا الهمزات على الألف. الكلمات هي كالتالي، عندنا هنايا ملأت مأكول تألم اطمأن متألم هدأت مقرأة تأمل استأذن متأبط. نشوفوا دابا السؤال الثاني من أطبق وأثبت. سؤال ثاني قال لك أملأ مربعات الشبكة أفقيا بحسب التعريفات بعد نقلها إلى دفتري ثم أكتب الكلمات التي حصلت عليها. أعيد قراءة السؤال. أملأ مربعات الشبكة أفقيا بحسب التعريفات بعد نقلها إلى دفتري ثم أكمل الكلمات التي حصلت عليها. شنو هو المطلوب منا؟ هنا عطينا واحد الشبكة اللي فيها المربعات اللي الوسط فيها الهمزة. حنا المطلوب منا أننا نقلب أولا الدفتر ديالنا هاد الشبكة، ومن بعد غادي نملؤ مربعات الشبكة أفقيا بحسب شنو مطلوب منا. مثلا أولا يعني هاد السطر الأول في الشبكة الأولى مطلوب منا أننا نجبدو شي عضو من الجسم اللي يكون الكتابة ديالو بحال هكا، يعني غتجي الهمزة الوسط وغيكونو فيه ثلاثة الحروف وفيه الهمزة الوسط. مثلا عضو من الجسم، إلا جينا نقلبو مثلا في الجسم ديالنا شنو هو اللي فيه شي عضو ويكون فيه الهمزة الوسط؟ مثلا عندنا رأس، إلا كتبنا رأس غادي تجي تقريبا بهذا الشكل رأس. إذا ها هو السطر الأول من الشبك من الشبكة احنا خدمناه. ندوزو لثاني حاجة، قالك من القوارض، غادي نجبدو شي حاجة من القوارض اللي تكون فيها ثلاثة ديال الأحرف والحرف الوسطاني يكون همزة. مثلا حنا خصنا نقلبو في القوارض شي كلمة أولا شي حاجة تكون فيها ثلاثة ديال الأحرف والحرف اللي يكون الوسط يكون همزة باش يجي في الشبكة هذه ويجي لها الترسيمة. مثلا شنو غادي نقولو؟ غادي نقولو فأرون فأرون. ثالث حاجة محتوى الكوب، محتوى الكوب ويكون فيه ثلاثة ديال الأحرف والحرف الوسطاني همزة، شنو غادي نقولو؟ كأس. إذا الشبكة غادي تجي بهذا الشكل، حاولوا أنكم كاملين تنقلوها. رأس قال لك عضو من الجسم، ثانيا من القوارض فأر، محتوى الكوب كأس. أعيد رأس فأس كأس. دوز دابا الألعاب وأثبت. ألعب وأثبت. أتنافس مع أفراد مجموعتي على إنجاز النشاط الآتي في 5 دقائق. أتنافس مع أفراد مجموعتي على إنجاز النشاط الآتي في 5 دقائق. أكون من بعض مربعات الشبكة الأفقية والعمودية 4 كلمات من العائلة نفسها تتوسطها همزة على الألف ثم أكتبها. أعيد أتنافس مع أفراد مجموعتي على إنجاز النشاط الآتي في 5 دقائق. مطلوب منا أننا نتنافس مع أفراد المجموعة ديالنا على إنجاز واحد النشاط في 5 دقائق. شنو هو هذا النشاط؟ أكون من بعض مربعات الشبكة الأفقية والعمودية اللي لاحظتوا هنا عندنا واحد الشبكة فيها عمودية، فيها مربعات عمودية وأفقية. مطلوب منا أننا نكونوا منها 4 ديال الكلمات، 4 ديال الكلمات من نفس العائلة تتوسطها همزة على الألف. المطلوب منا شنو هو؟ قلنا اننا نجبد 4 الكلمات من نفس العائله تكون كتوسطها همزه على الالف ثم نكتبوها. اذا النتيجه غادي تكون كالتالي: يسال مساله، يسال سأل. هذا هو اخر تمرين اللي هو العب واثبت. نشوفوا دابا اغنيه مكتسباتي. غادي نقرا عليكم أغنية مكتبة السباتي. الهمزة المتوسطة على الألف المتبوعة بفتحة طويلة يعني ماد ترسم هكذا. مثلا قرآن، هاي كيفاش كتكتب. إذا كانت هذه الصفحة 94 من كتاب اللغة العربية 1 الكلمات المستوى 4 ابتدائي.